طيب، يعني طب فعلا يا فندم، يعني خلال الرصد والتدقيق، ليه يعني ليه هذه المعدلات غير مرضية بالنسبة لكم؟ يعني حضرتك شايف انه ايه السبب انه النسبة مش كبيرة؟ صحيح وصلنا للهدف اللي احنا كنا نتمناه، وهو تلقيح 40% قبل نهاية 2021، ولكن يبقى برضو ان احنا عندنا امل وهدف اكبر ان احنا نوصل ل70% واكتر كمان. طيب احنا بنعمل في الصحة دراسة بقالها فترة لسه لم تنتهي بعد او لما تنتهي بعد، لكن المؤشرات الأولية لهذه الدراسة بتقول ايه؟ بتقول ان 44% من سبب عدم إقبال بعض الناس على اللقاح هو الإشاعات والأقاويل المغلوطة. 44%، 44% يعني من كل 100 في 44 مش عايزين يطعموا لانه سمع او ارى على الفيس او على تويتر او سمع من حد صاحبه او انه اللقاحات وحشه ولا اللقاحات بتجيب امراض ولا بتجيب العقم ولا بتعمل مش عارف حاجات غريبه جدا. فالحقيقه ده رقم كبير جدا، وده دور مهم جدا لينا وليكو كاعلام، لانه انا لو قدرت ان انا اصل الى ال 44% دولت يبقى انا حققت رقم كبير جدا. وعلى خلاف ما يبدو، مع على الرغم ان احنا عملنا ده بشكل قوي جدا وهو تسهيل اجراءات التسجيل، انه الرقم اللي بيتحدث على الصعوبه في التسجيل من الدراسه اللي عملناها ده ما يزيدش عن 1.3%. يعني اللي بيجد يا اما هو مش ما عندوش قدره انه يخش على الموقع ويسجل، او دخل على الموقع وما عرفش يسجل، هو 1.3%، على الرغم انه الصدى الذي نسمعه عن مشاكل التسجيل اعلى بكتير من 44%، لكن الحقيقه تقول غير ذلك. وبالتالي احنا فعليا عملنا ده، فعليا سهلنا جدا اجراءات التسجيل. بالفعل بقى في اماكن كثيره تقدر تروح، مش محتاج انك تسجل، هتسجل هناك.